هذه الشراكه درنا جديده مع مؤسسات اللي هي شركه اللي تابعه للبنك الشعبي اللي هي كتنشا المقاولات الصغرى والمتوسطه والصغرى جدا. اليوم ربما غادي تكون في كازا سطات هي كاين في هذا العام هذا غادي يخرج واحد 120 مشروع، ربما الغرفه ديال الدار البيضاء تاخذ منها واحد 40% اللي هي ديجا عندنا المقاولين والمقاولات اللي هما عندهم طلبات ديالهم، ولكن الطلبات خصها تفيريفا قبل وتكون في المستوى. وحنا الا اليوم مع المؤسسات اللي عندنا ومع الاطر بغينا هاد الشابات والشباب اللي حاملين المشاريع ديال الانطلاقه او لا غيرها خصهم يكون عندهم مشروع يعني متكامل وتكون معاه المواكبه القبليه او المواكبه كذلك البعديه، ونكونوا معاهم في يعني في البدايه حتى النهايه باش المشروع ديالو ينجح. وهذا هو اليوم اللي جات هذه المقاولات ديال البنك الشعبي اللي هي قديمه ودارت مشروع قبل ونجحت فيه، ودابا درنا الثاني باش ان شاء الله هاد المقاولين الشباب وهذه الانطلاقه ديال اللي فيها تعليمات ملكيه اللي هما الشباب خصو يشتغل وتكون الكرامه ديالو، ولكن كاين اللي عنده مشاريع ما يعرفش يطبقها، دونك هنا كاين المواكبه غتكون بالمجان، كاين المحاسبه غتكون بالمجان، وكاين كذلك حتى لا كونتابيليتي ويعني واخلاق شركات ذاتيه او مقاول صغرى غتكون عندنا هنا في الغرفه، ونكونوا حنا اللي غنتكلفوا بالملفات ديالهم غادي تكون جسر ما بين هذه المؤسسه هذه وكذلك البنك الشعبي اللي هما عندهم درايه في هذا تمويل المقاولات الصغرى المتوسطه اللي بغينا نشجعوا فيها الشباب ديالنا باش ان شاء الله يخدم اليد العامله معاه. دابا درنا مع تجاري وفو بنك، درنا مع التامين، درنا مع بعض المؤسسات وخاصه دابا مع البنك الشعبي، البنك الشعبي والتغطيه الصحيه كذلك مع سمو الله سانساس، هذا كلهم المنتسبين ديال هذه المؤسسه هذه ولا المنخرطين ولا التجار ولا قدامنا عندهم الحق يستافدوا في اي حاجه اللي عندنا يعني احنا داخلين فيها كغرفه التجاره والصناعه والخدمه الدار البيضاء سطات، هي احنا كنجريو باش نعاونوا المنتسبين ونعاونوا الشباب اللي هما عندهم افكار وما كيقدروش يطبقوها. لهذا بنادم الابناك شويه يعني كتكون شويه صارمه، ولكن الى جا المؤسسه هذه وخدمنا الملف ديالو جميع وقدينا وصفتنا للمؤسسه يعني المؤسسه غادي تكون عندها طلب يعني مرحب به، وغادي نكونوا ان شاء الله نعاونوا. واخا يكون الملف ما كاملش حنا كنحاولوا باش نكملوه ونجزوه في وقت وجيز، والكريدي عاود اللي كيكون هو الثمن ديالو ديال يعني الفوائد وهي قليله، جوج ولا 2% ما كايناش، دونك هذه انطلاقه ملكيه اللي بغينا نعاونوا فيها الشباب باش يخدموا. وجميع الاتفاقيات اللي درنا ان شاء الله غادي تفعل في اقرب وقت باش يستافدوا منها الناس اللي داروا الاتفاقيات. اللي قري فيه اللي ما قريش فيه. اليوم كنشهدوا على تفعيل واحد اتفاقيه شراكه اللي كنا وقعنا العام في اواخر العام اللي فات بيننا وبين غرفه الصناعه والتجاره والخدمات. هذه الاتفاقيه اللي كنفعلوا اليوم عن طريق طلب ابيل بروجي، طلب مشاريع اللي كنعرضوا اللي غادي يستمر على واحد حتى لاخر الشهر ان شاء الله، اللي غادي يمكن حاملين المشاريع والشركات الصغرى اللي ما كتجاوش مده الانشاء ديالها 5 سنوات باش يستافدوا واحد البرنامج مندمج، برنامج فيه المواكبه، برنامج فيه دورات تعليميه قبل وبعد انشاء المقاوله، وكذلك غادي يستافدوا من التمويل البنكي في اطار انطلاقه. هذا التمويل البنكي اللي تيتعطى لهم في ظروف على مده زمنيه ديال 7 سنوات هو قرض استثماري، وفيه تحفيزات، فيه شروط تفضيليه في نسبه الفائده اللي ما كتجاوزش 2% وما كتجاوزش 2% بالنسبه للمجال الحضاري و 1.75% بالنسبه للانطلاقه القروي. دونك هذا البرنامج المواكبه فيه بزاف ديال الخدمات، فيه دورات تحسيسيه، دورات تعليميه لفائده حاملين المشاريع قبل وبعد انشاء المقاولات، فيه كذلك مواكبه باش ينزلوا جدول الاعمال ديالهم وتنعاونوهم باش يختاروا الشراكه القانونيه، وكذلك نعاونوهم باش يصايبوا واحد الملف التمويل اللي يكون جاهز اللي فيه كاع الشروط باش يدوز التمويل ديالهم عن طريق البنك. كذلك كنعرضوا عليهم ندوات، في ندوات وفي يعني في دي رونكونتر يعني ورشات مع اصحاب شركات باش يستافدوا من الخبرات ديالهم ان شاء الله، وهادشي كله كنديروه باش ننجحوا هاد المقاولات وباش يستمروا في الوقت ان شاء الله.